اسامي اخرى مطروحه غير قائد الجيش وغير سامي فرنجيه، منهم اسم جهاد ازغور، عم بيعمل حركه جهاد ازغور، برايك حركه بلا بركه، حركه لماذا تؤسس؟ التقى كما ذكرنا كما تقول المعلومات حزب الله، زار المملكة العربية السعودية، جبران باسيل ما عنده مشكلة بجهاد أزغور على ما يبدو، كذلك سامي الجميل أعلن ببرنامج تلفزيوني أنه ما عنده مشكلة ضمن اللائحة اللي قدمتها، بكركي أيضا موجود اسم جهاد أزغور. يعني واحد من في أسماء كتير مطروحة كخيار ثالث، يعني هلأ إذا بدنا نقول من هما المرشحان أو حتى الثلاث مرشحين حتى ما يزعل الأستاذ ميشيل معوض، الوزير سليمان فرنجية، جوزيف عون القائد، يعني قائد الجيش العماد جوزيف عون، والأستاذ ميشيل معوض. هلأ بتقلي بعض الترشيحات ممكن تضرب بعض الرعى خيار ثالث، اليوم من المبكر الحديث عن متى يصبح الكلام. ممكن الكلام عن خيار ثالث؟ أما جهاد أزغور ممتاز شبه، بس مثل ما قيل لي أن أحد الذين التقاهم قال له أنا شو بفرق عن سليمان فرنجية، قال له الكتاف بس، يعني كتافك. قال له شو يعني؟ قال له يعني كتافه بيحمله أكثر منك بالنسبة إلنا، يعني عرفت انه بمعنى احد الذين التقاهم تقصد حزب الله؟ ما بقى ابد، لو بدي هي خبرية كنت قلت يعني. هي لا خبرية الكتاف بتروح عند حزب الله بهذا الموضوع، لو بدي اقول كنت قلت مين يعني. اللي فهمته انه قال له انت ممتاز ونحن بنحبك، بس سليمان بيحمل اكثر معنى، ما بيطعن المقاومة. يعني شو فكرة ما يطعن المقاومة؟ بعطيك مثل قرارات 5 أيار اللي ادت ل7 أيار، حزب الله من بعد 17 تشرين يتجنب الحرب الأهلية، عنده هاجس، وهاجس له علاقة بأنه مشروعه يتناقض مع مشروع الحرب الأهلية والاستقرار لمصلحة المقاومة وليس العكس مثل ما البعض بيجرب. بس في البعض بيعتبر أنه هاجس عدم طعن المقاومة صار يتخطى كل الهواجس الأخرى وعم يسبب مشكلة بالداخل. شو يعني عدم طعن المقاومة؟ لا 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 جورج، في دولة طويلة عريضة قائمة يا أستاذ غسان، عدم خيانة الدولة وطعن الدولة أولا. بالتأكيد برجعك لتصريحات كل مسؤولي حزب الله، ما عم بقول شو حماية المقاومة، شو بدهم منه عسكر يحرس المقاومة، بدهم انه يطمنوا بالهم ما يروح على تبني قرارات تستدرجهم على مشكل بس. اما هلأ مثلا الشيخ نعيم نائب الامين العام لحزب الله بيقول بدنا اياه غير مستفز، يستطيع ان يتحدث مع الجميع، لا يشكل ازمة لاحد. عم تتابعون يعني؟ لا طبعا. للتصريحات الحزب الله من بعد 17 تشرين كل السياسات اللي عم يشتغلها معني بإعادة لم البلد. بس أستاذ غسان بس محلي هو الأساس، يعني أوكي رئيس الجمهورية منصب جميل جدا رائع جدا يلي بدك، بس البعض بيعتبر أنه عم نزيد شوي، صرنا بعد تجربة الرئيس عون بمنصب الرئاسي وظهور كل هذه الثغورات بالتعاطي مع الملفات، لأنه الرئيس آخر شيء مكبل اليدين، أنه حزب الله يفتش على الحكومة لما كان أكتر يناور بموضوع الحكومة. أنه الحكومة شو مين مكوناتها حتكون يعني؟ مين مكوناتها؟ وإذا بدنا نشكل حكومة لاحقا يعني هلأ مش شايفين إلا رئاسة الجمهورية، ما التيار بده يكون شريك بالحكومة، عرفتوا؟ لأنه واضح القوات بدها تروح على المعارضة، واضح وحاببها الدكتور جعجع. ليه التيار ما بيروح على المعارضة؟ خي طبيعة التيار من بعد 2008 صار كمان أنه هو بقلب السلطة موجود، يعني صار في عنده امتدادات بده يتابعها يعني. لذلك بتتشكل حكومة متوازنة فيها تمثيل متوازن. وهون يعني قال سمحت السيد انه لما بينحكى عن رئيس جمهورية بلبنان بطل نحكي عن عهد، صار ما عادش لازم نحكي عهد، يمكن حملناه اكتر ما بيتحمل الرئيس عون، الرئيس ميشيل عون لما قال عهد. شو عمل هو؟ كان وقع هالحكومة، شو عنده غير هيك؟ ويبعث رسائل لمجلس النواب. يعني رئيس جمهورية شو عنده صلاحيات غير انه رمز الأمة اللبنانية؟ هيدا اللي عم بقوله، انه الصراع اللي عم بيصير لعدم السلطة التنفيذية بالحكومة، هيدا اللي عم بقوله. يعني اخر شيء بعض بيقول انه حزب الله بده سليمان فرنجية، جميل جدا، ما بده يطعنوا بظهره، بس الحكومة اقوى اليوم بما تمتلكه بالسلطة التي تحملها. اذا واحد مثل سليمان فرنجية انا بضمن لك من هلا اذا صار تفاهمات مع التيار يكون عنده حصة وازنة، بس اذا اجت شخصية وسطية، هو هذا الشخصية الوسطية بده يجيب وزراء
وبالتالي من حصة مين بدو يجيبهم؟ بدو يجيبهم المسيحيين أولا يعني، ويمكن يطلع له شي واحد مسلم مثل الرئيس ميشيل سليمان. ولذلك إذا ما نحسبها بكل الاتجاهات، بحس أنا يعني آخر شيء أنا ما بعرف مصلحة التيار أكثر منه، ولكن بحس وتقديري للتوازنات وللعبة الداخلية إنه إله مصلحة التيار بمكان ما، لنشوف كيف بدها تتعالج. من يتقدم نواف سلام أم تمام سلام؟ لك عم بسمع عن تمام سلام أكثر كمان صرت مؤخرا انه السعودي مرتاح له اكثر يعني، ما بعرف اذا هل علما انه كان يقال انه نواف سلام هو المرشح السعودي الاول. طيب ما بين انه محمسين للمعادله يعني، يعني جرى تسريب يعني هو المرشح الامريكي الاول وليس المرشح السعودي، هذا اللي بدك تقوله؟ لا ما بدي اتهمه بشيء. طب بكل ما يجري اين الموقف الامريكي؟ الامريكان لانه هن والسعوديين يعني في اشتباك بكذا نقطه، بعضهم محافظين على اللينك مع السعودية عم يتضامنوا معهم بلبنان يعني، وهذا بين بالاجتماع الخماسي. مختلفين بأوكرانيا، مختلفين بكذا محل، وطبعا معروف ان السعودية بترتاح مع ادارات جمهورية اكثر من الادارات الديمقراطية، وهالنتيجة بطبيعة الحال عم نشوفها اليوم. حتى ما يكسروا على الاخر مع بعض، في تضامن ما امريكي مع السعودي بلبنان. اذا امريكا سلفت السعودية بالملف اللبناني، في تضامن ما، بس ولكن هلا هالشهرين بدنا نراقب الامريكان كيف بده يتصرفوا مع التفاهم السعودي الايراني، وهل سيحاولون خربطته يعني، سيحاولون تعطيله يعني. الأصوات الإسرائيلية تقول بشكل واضح أن هذا الأمر يصب بمصلحة إيران ولا يصب بمصلحة إسرائيل، هذا يصب بمصلحة الإقليم وأمن المنطقة. الرئيس بايدن جنب الإجابة على الموضوع عندما سئل عليه، راح على موضوع تاني كمان بآخر مؤتمر. الأمريكان مش عارفين من وين عم يتلقوا الكفوف هلأ يعني، من أوكرانيا إلى اللي صار ببكين، والإسرائيلي بدك تعرف شو اللي صار، تابع الصحافة الإسرائيلية بقديش مزعوجين. ومبارح بالليل إجا كذا خبر إنه الإمارات أوقفت شراء أسلحة من إسرائيل. اثنين، السعودية منعت دخول وفد إسرائيلي إلى مؤتمر رياضي أو إيفنت رياضة يعني، نشاط رياضي كبير عالمي مبارح. وهذه من تداعيات مصالحة، مثل ما قال لي رفيقي يعني هيك عم يمزح، قال لي تصالحوا السنة والشيعة مبروك. ممكن حشر إسرائيل بالزاوية يؤدي لإنعكاس أيضا على جبهة الجنوبية أو لا؟ لأنه دائما إسرائيل بتعبر عن امتعاضها بفتح جبهات. ليك في مين عم بيقول بأنه قد يتقاطع الإسرائيلي والأمريكي على فكرة ضرب ما ضد إيران في ظل هذا المناخ؟ انه باوكرانيا المشروع الصيني او ضرب لحلفاء ايران، التقدم الصيني بالمنطقه والمشروع الصيني طريق الحرير والحزام والطريق، ضرب اماكن معينه باسيا يعني بتضرب له، ضرب استقرارها هاي المناطق بيضرب له للامريكي يعني، بيضرب له للصيني مشروعه. وبالمقابل الإسرائيلي عنده هاجس الملف النووي. هاي فكرة قائمة، وفي البعض عم بيقول انه محمد بن سلمان عمل هالإجراء لانه حاسس في شيء امريكي اسرائيلي ضد ايران، لذلك عم بيحيد حاله عنه. هذه فكرة، ولكن انا بستبعدها لانه يعني المنطقة كلها بتروح اذا صار مواجهة مع ايران يعني، المنطقة والعالم يعني. استاذ غسان كمان في في سوريا، ايران مش عم نحكي عن العراق قبل بال 2003، ايران اليوم عندها صواريخ استراتيجيه بتوصل يعني، بيعملوها اقل شوي كرمال الاوروبيين يعني، مداها احيانا بيعملوا مدى معين بيكونوا قادرين يوصلوا لمدى ابعد، بس انطلاقا من عندهم تفاهمات مع الاوروبيين ما بيعملوا صواريخ تزعج الاوروبيين يعني. فايران منا مزحه المواجهه معها يعني، وهو امر لذلك انا بستبعده هذا الامر يعني. طب بالملف اللبناني كمان غير الانعكاسات اللي عم بيصير في العلاقه مع سوريا، بلشنا نحكي عن صيغ جديده، سين سين جديدة، سين سين ألاف، كل واحد صار عنده طروحات بهذا الموضوع. أين سوريا من الذي يجري خصوصا بالداخل اللبناني؟ هل بدأت سوريا
تعود عن طريق حلفاء لها إلى المشهد السياسي؟ وماذا عن زيارة اللواء عباس إبراهيم يلي قيل أن تمت إلى سوريا أيضا ولقائه هناك رئيس الأسد؟ في معلومات أنه اللواء عباس إبراهيم الأسبوع الماضي زار سوريا والتقى بالرئيس بشار الأسد بإطار استكمال اللواء عباس إبراهيم لعمله الوطني والمهام الوطنية التي كان يقوم بها بأكثر من مجال. يعني بس ليه بده يزور سوريا؟ ليه سوريا بدها تستدعي اللواء إبراهيم؟ ما استدعته، زيارة عادية. بس أنه ليش بدها تصر عليه بموضوع وطني لبناني؟ أنه هيدا ما بيأكد أن سوريا تعود؟ هذا لقاء يأتي في إطار تأكيد بأن اللواء إبراهيم مستمر في العمل السياسي والعمل الوطني والعمل العام. ليش التأكيد من سوريا؟ أنا هذا العمل العام. سوريا جارة، سوريا لدينا معها ملفات كثيرة متعلقة بالأمن والاقتصاد والسياسي وغيرها، وهذه الزيارة طبيعية للغاية. يعني اللواء إبراهيم سيكون عراب المصالحات اللبنانية السورية بالمرحلة المقبلة، رح يستكمل عمله العام بشكل طبيعي، مش بس مع سوريا، مع باقي الدول. والكثير من الدول أيضا تعتبر أن اللواء عباس إبراهيم لا يزال قناة اتصال قائمة لابد منها، رغم أنه أخرج من المهام اللي تبعها على سنين طويلة. لا خلصت، مش أخرج، خلصت ولايته بالأمن العام، ما صار أخرج. هلأ هذا نقاش خليه ورانا. خلصت مهامه بالأمن العام، من لقى صيغة قانونية للتمديد، الرجل مستمر بالعمل العام وبالشأن العام، وأكبر دليل أنه التقى بالرئيس بشار الأسد مؤخرا، وقريبا رح يكون عنده إطلالات وزيارات وربما إطلالات إعلامية. ولبنان يحتاج إلى كادر وسياسي مثل اللواء عباس إبراهيم بما يمثله من ثقل ومن دور ومن تجربة. هل تكون النيابة جائزة طردي للواء إبراهيم؟ ما بعرف، لنشوف جاي الأيام. يعني مش مستبعد، يعني كان في كتير سيناريوهات حول هذا الموضوع، انه مناورات بعدين بتجي جائزة الطردي للواء إبراهيم بتكون على شكل مرفوض. انه جائزة الطردي لا، رجل اكبر من هيك، يعني مع احترامي لك، يعني انا عم بقول الكلام، حيثية وطنية وثقل سياسي. بس لنشوف هو مكمل بالشأن العام، شو بصير بعدين كله مطروح. يعني بدعم من؟ يعني ده هنالك غطاء اقليمي دولي للواء إبراهيم للاستمرار بمساعيه؟ بتصور انه هو وصلته مجموعة اتصالات بانه في حاجة لانه يكمل داخليا وخارجيا.